الأخبار من ATV العدالة وفيها: الداخلية تضيف خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي في تطبيق سهل. تفويض الفارس برئاسة مجلس الخدمة المدنية. قبول 44 طالباً وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في البعثات الخارجية. اتحاد الصيادين: التحديات تهدد المهنة بالاندثار وتقضي على المنتج البحري المحلي. ضمن فعاليات صيف قم بارد: منافسات قوية في كرة القدم الشاطئية. ومن العناوين إلى التفاصيل: أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم عن قيام وزارة الداخلية بإطلاق خدمة جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، وهي خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي تزامناً مع انتخابات مجلس الأمة 2022. وأوضح كاظم أن هذه الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الكويتيين الاستعلام المباشر عن قيدهم الانتخابي لانتخابات مجلس الأمة القادمة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، ويمكن لمستخدمي التطبيق طلبها من قائمة خدمات الخاصة بوزارة الداخلية. أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قراراً بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس في رئاسة مجلس الخدمة المدنية. أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 44 طالباً وطالبة في البعثات الخارجية من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية الصادرة من جنيف للعام الدراسي 2022-2023. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي للوزارة فاطمة السنان أهمية التزام جميع المقبولين بالمواعيد التي سترسل لهم لمراجعة الوزارة لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقر الابتعاث، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة. أكدت إدارة مستشفى مبارك الكبير التزامها بتوفير وتدبير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مرافقها بعد إجراءات التشخيص والفحص وفق ما يقرره الأطباء المختصين ووفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، وتجنباً لأي مخاطر صحية تتعلق بنوع الدواء ومحتوياته ومعايير جودته. يمنع استخدام أي أدوية داخل المستشفى أو مستحضرات قد يكون حصل عليها المراجع من خارج مرافق الوزارة. قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في منطقة السلمية لقيام بعرض وبيع إكسسوارات تحمل شعارات مخالفة للنظام العام للدولة. قام فريق الطوارئ بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف. قام فريق من الهيئة العامة للبيئة بمعاينة مصانع في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية، وذلك للتأكد من الالتزام بقانون حماية البيئة، وقد تم تحرير عدد 9 محاضر مخالفات للمصانع الغير ملتزمة بالقانون. ناشد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك رئيس الوزراء السماح لهم بلقاء سموه لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الصيد والتي تهدد مستقبل مهنة الصيد والمنتج المحلي، معبرا عن طموحات الصيادين وأمالهم في وضع حد للصعوبات التي يواجهونها. وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن هناك تهديدا واضحا
لمهنة الصيد بسبب العراقيل والتحديات التي تضعها بعض الجهات، داعيا المسؤولين المعنيين بقطاع الصيد إلى الوقوف مع هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أجنحة الأمن الغذائي في الكويت، خاصة أن الدولة مهتمة بالمنتج المحلي، لافتا إلى القرارات الفجائية التي تصدرها بعض الجهات دون مراعاة مهنة الصيد وأهميتها ودورها. خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاما قياسية، مع 850 يورو وأكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات في الساعة على التوالي. وقبل عام كانت الأسعار في هذين البلدين حوالي 85 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، بدءا بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ أن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء، وارتفع سعر الغاز إلى مستويات قياسية بسبب ندرته. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا ليبلغ 106 دولارات و74 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 107 دولارات وسنتين للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان الرياضي الصيفي صيفكم بارد الذي ينظمه قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة خلال العطلة الصيفية وبمشاركة 32 فريقا، نظمت الهيئة فعالية كرة القدم الشاطئية. وأكد رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في الهيئة العامة للرياضة مشاري المطيري، أكد أن الهيئة العامة للرياضة حريصة على تنوع الفعاليات ودعم الشباب وتحفيزهم على ممارسة الرياضة. اليوم حنا في فعالية كرة القدم الشاطئية من ضمن مهرجان صيفكم بارد بمشاركة 32 فريق ولله الحمد، وطبعا الهيئة العامة للرياضة متمثلة في قطاع الرياضة للجميع حريصة كل الحرص على تنوع هذه الفعاليات ودعم الشباب والبنات وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة وتحفيزهم أكثر وأكثر لممارسة الرياضة. وطبعا حنا ما راح نكتفي في مهرجان صيفكم بارد، بإذن الله عندنا فعاليات عديدة في بعد صيفكم بارد إن شاء الله، متنوعة أكثر من 20 فعالية بإذن الله، متنوعة الأنشطة. ونتمنى منكم متابعة حساب الهيئة في الانستغرام عشان تعرفون فعالياتنا أول بأول. نشكر الهيئة العامة شباب رياضة على بطولة الشواطئ، كل سنة احنا نحتاج أن نشوف نفس البطولات هذه، ونتمنى أن تكون البطولات هذه مستمرة. وبصراحة شايف الحضور الجماهيري وشايف الروح الرياضية والتعاون مع الأخوان واللجة الرياضية، ونتمنى أن احنا تستمر هذه البطولة. وطبعا لعبة منتخب شايفين وأهداف. طبعا الشكر حق الهيئة العامة للرياضة اللي يعني سوت لنا هالبطولة الجميلة. يعني البطولة هذه احنا ما عندنا غير منتخب الكرة القدم الشاطئية، وما نشوف يعني عندنا الدوري، والدوري يصير مرة بالسنة يعني، بس البطولة هذه يعني، والدوري طبعا مدته قليلة يعني تقريبا ما يقارب الشهر، فنشتاق حق اللعبة. فنشكر الهيئة العامة للرياضة على هذه البطولة الجميلة جدا. طبعا هذه البطولة أنا أذكر حتى السنة اللي طافت خذينا فيها مركز الثالث، شاركنا فيها، وطبعا كان المشاركة حق كل الناس اللي ما تعرف البطولة تخليهم يعرفون البطولة، يعرفون شنو كرة قدم الشاطئية. فالله يعطيهم العافية وشكرا جزيلا لهم. وصل مانشستر يونايتد صحوته وتغلب على مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل برونو فرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط. حقق ليفربول أكبر انتصار بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سحق ضيفه بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، وعوض ليفربول بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين وهزيمة ليحقق انتصارا تاريخيا أمام جماهيره على استاد أنفيلد.
ودخل ليفربول التاريخ معادلا الرقم لأكبر نتيجة في تاريخ البطولة وهي 9-0، والتي سبقه لها مانشستر يونايتد أمام إبسويتش تاون عام 1995.